مرحبا، هالمرة كمان ما في توب 10 كرمال ما نظلم أي عمل غنائي، وراح نعرض اليوم معظم الأغاني اللي انطرحت بالمغرب، سوريا، العراق ومصر بحسب اليوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. منبدأ بفنانين المغرب العربي. غنية يلا روح للفنانة سميرة سعيد، غنية يا بنات الحلال للفنان صابر الرباعي، غنية مستحيل للفنان الدوزي، غنية الحلق للفنان سعد المجرد. الحلق اللي عامل قلق أعذره قلبي لو اتسرق، الحياة كانت تتعاش. وغنية هنعيشها مرة واحدة للفنانة لطيفة. انشغل ثواني وقف يا ثواني. أما بسوريا بحبها وبفهمها للفنان حسين الديك، غنية بالأحلام للفنان نصيف زيتون، غنية بيتكلم عليها للفنان جورج وصوف، وغنية شكراً للفنانة أصالة. بحلف لا بعيونك ما بعيش من دونك. بيتكلم عليا بيقول فيا وفيا. أما بالعراق غنية تعال نطير للفنانة لمياء جمال والفنان ستار سعد، غنية أحبك دومي للفنان سيف نبيل، غنية ساعة رمل للفنانة رحمة رياض، غنية أهل العشق للفنان قاسم الساهر والفنانة بلقيس فتحي، وغنية منبعد ومنقسى للفنان ماجد المهندس. نبعد ومنقسى ومنجرب ننسى غيابك أنا ساعة رمل. أما بمصر غنية عارفة إمتي للفنانة أنغام. بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق. غنية للي للفنان محمد منير، غنية هدى اللعني للفنان تامر حسني، أغنية متعودة للفنان محمد رمضان والفنان سول كينج، غنية أدرينالين للفنان محمد حمائي، وغنية وسع وسع للفنان أحمد سعد. لمست ايدي عملت كونتاكت، الكهربا مسكت في الشرايين. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه. ولهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم اللي استعرضنا فيها ابرز الاغاني من سوريا والمغرب العربي ومصر والعراق. ولمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.